السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم مع اقتراب عيد الفطر فحبيت اشارك معكم افضل 10 انتروهات مقدمات فيديو لعيد الفطر. فهذا الانتروهات وهذه المقدمات تستخدمها في مقاطعك، في يعني انت تنزل مقاطع في يوم العيد ايام العيد، فهذا الانتروهات جدا يساعدك، جدا تحتاجها حتى تضيفها لمقاطعك في المونتاج. طبعا عدد الانتروهات 10 انتروهات جدا احترافيه، انتروهات عيد الفطر. اوكي، فقبل ما استعرض لكم هذا الانتروهات، طريقه تحميل هذا الانتروهات جدا سهل. افتح الوصف بتحصل رابط التدوين او الموقع الخاص بك. كل ما عليك ان تدخل على رابط التدوين، تنزل لتحت بتحصل رابط تحميل الانتروهات برابط وملف واحد. تضغط على الرابط بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات بيفتح لك موقع ميديا فاك، تضغط على الداونلود مستطيل اخضر فيبدا تحميل الانتروهات مباشره في جهازك. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، اضغط على كليك يمين، اضغط اكستراكت او استخراج او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل 10 انتروهات جدا جدا احترافيه. فالحين الناس بتشوفون، نشغل انترو واحد نشوف. الناس بتشوفون هذا هو اول انترو. انتروهات كلها احترافية، مثلا هذا الانترو، مثلا هذا الانترو، سلام عليكم عليكم السلام. مثلا نشغل انترو ثاني، كلها احترافي، كلها احترافي. عشر انتروهات، انا ما اريد اطول الفيديو، انت اكتشف هذا باقي الانتروهات كلها احترافيه. تستخدم على الاقل واحد من هذا الانتروهات تستخدمها في مقاطعك. وبس هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه. عيدكم مبارك.